حلقة إبداع جديدة مع رائد أعمال خبرة وكان خلينا نجي تحقيق أحلام. نلتقي في هذه الحلقة في مارس شركة الرياض مع الأستاذ عبد الله الكيلان. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا ومرحبا. في البداية لو تحب تقول المشاهدين بنفسك. أخوكم عبد الله من خارج الهلال من جامعة الملك سعود كلية الآداب قسم دراسات اجتماعية. أستاذ عبد الله، أنت رائد أعمال ولديك عدة مشاريع، ما هي الفكرة التي من خلالها انطلقت مشروعك الرائد؟ والله الفكرة بدأت من أني كنت في شركة جت في بالي أني أصنع شركة تكون رائدة أو تجمع الأفكار الجديدة، تجمع الأفكار الجديدة من جميع الأشخاص يستطيع الاستفادة منها المجتمع والدول والآخر. الأفكار هذه جات تشمل جميع المجالات من كل الجهات السياسية الاجتماعية الاقتصادية، يستفيد منها المجتمع والدولة والأفراد والمجتمعات. الفكرة هذه وصلت إلى أفكار رائدة. الآن من أين تولدت لديك هذه الفكرة؟ هل الرؤية التجديد أو حل مشكلة معينة أم هي حاجة لديك؟ الصراحة الفكرة الرغبة في التجديد في المجتمع وتطويره للرقي للمستقبل والحداثة والتطوير في جميع المجالات. يعني نظرة تطوير للمجتمع. للمجتمع وللأفكار، تجديد الأفكار وحل جميع المشاكل من جميع الجهات. سياسية، اقتصادية، اجتماعية. من هذا المطلق لو أردنا أن نحققها ماذا تحقق المجتمع؟ الطموح أطمح لا يكون هناك مشاكل في المجتمعات وإيجاد الحلول النافعة للمجتمع والدول والأشخاص التي يستفيد منها الآخرين. أنتم الآن أستاذ عبد الله وأنتم في هذا الكم الهائل من الموظفين وعدد من الشركات، هل ترغبون بالتوسع على الصعيد الدولي مع الصعيد المحلي؟ نعم، نرغب بالتجديد في المحلي وفي الخارج للاستفادة في جميع الدول كي يستفيد المجتمع في الأفكار الجديدة وتطويرها في جميع المجالات. أعزائي المشاهدين، في ختام هذا اللقاء نسأل الله العلي القدير أن يوفق الأستاذ عبد الله وأن يحقق له ما يصبو إليه، ونحن جميعا متأملون الخير في رواد الأعمال. الله يسلمك.